أهلا بكم إلى أخبار الجزائر. والبداية باتفاض مدرب الخضر جمال بالماضي في وجه المهاجم سعيد بن رحمة بعد رفض هذا الأخير استبداله في الدقيقة 66 من عمر المواجهة ضد مصر والتي انتهت بالتعادل 1-1، حيث أكتفى بالماضي عقب المباراة بالقول: كلانا لم يكن راضيا وهذا أمر يحدث في كرة القدم. حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم من ارتفاع شديد في درجة الحرارة بعد الظهيرة في كل من البليدة، العاصمة فازا، قمرداس، وهذا إلى غاية 9 ليلا. تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد جميع حرائق الغابات 15 المندلعة منذ البارحة إلى غاية نهار اليوم نهائيا في عدة ولايات عبر الوطن. أكدت المديرة العامة لمصنع تركيب أقلام الأنسولين بكفاريك أن هذه المؤسسة تنتج أكثر من 55 مليون قلم أنسولين سنوياً، وتوقفت الجزائر عن استيراد هذا النوع من الأقلام الموجه لمرضى السكري نهائياً. أعلنت إدارة اتحاد العاصمة عن تعيين الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرباً جديداً للنادي خلفاً للمدرب المستقيل عبد الحق بن شيخة. نهاية النشرة وإلى اللقاء.